الان احنا يعني ناعي ما تشكله هذه المحطه، محطه الامتحانات، خاصه امتحانات طلبه الاجازه، لان من خلالها يعني يلجون المباريات سواء مهنه المحاماه او القضاء او غير ذلك من المهن القانونيه والقضائيه، وبالتالي حملنا على عاتقنا عبء يعني مساعدتهم على استعداد لهذه الامتحانات، قصد يعني ايمانا منا بان الاستعداد الجيد هو وسيله اساسيه للنجاح في مسارهم الدراسي اولا والاكاديمي، ثم في مسارهم المهني والانطلاق نحو يعني مستقبل ان شاء الله تعالى زاهر لهم. وشكرا للجنه المنظميه، اللجنه المنظمه، على حسن الاستعداد وعلى حسن تنظيم هذا اللقاء العلمي. حسن واحد التظاهر اللي هي متميزه ونوعيه في المنطقه، يعني الهدف منها هو استفاده ابناء المنطقه. اليوم كنتفاجئوا كذلك يعني ماشي ما اقتصرناش على ابناء المنطقه، فيعني حلوا اخوان من جميع المناطق المجاوره، من اكادير، من بيوغرام، المناطق المجاوره. يعني هذا اللقاء وهذه الدوره التكوينيه كتعرف الاشراف ويعني وتاطير مجموعه من المتدخلين سواء من مدينه اكادير او خارج من مدينه اكادير، كما يتعلق الامر بالقاضي المتالق الاستاذ بن هروس، يعني المسؤول عن مؤسسه قاضي التحقيق بالمحكمه الاداريه بمسليمان، بالاضافه الى مجموعه من المتدخلين. فعلا هي دوره تكوينيه جد مشرفه وفيها معلومات قيمه من طرف اساتذه محترمين، نكل لهم كل الاحترام والتقدير. طرحت بها مجموعه من الاشكالات القانونيه وكذلك كيفيه يعني التعامل مع النص القانوني، وكيف يمكن للطالب القانوني ان يتمكن من اعداده للامتحان بطريقه جيده من خلال اعتماده على مصطلحات قانونيه، و يعني كيفيه التعامل مع المصطلح القانوني من خلال ربطه بالواقع.